السلام عليكم الشباب. طيب طيب احنا هنستكمل ان شاء الله اللي بدأناه الاخر مرة. كنا اخر مرة اتكلمنا على radiation exchange ما بين two gray surfaces، فاحنا ان شاء الله المفروض كنا خلصنا الجزء ده بالكامل، وبعد كده قلنا هنتكلم بقى على اهم جزء عندنا اللي هو radiation exchange ما بين ايه. لو انا بدل ما عندي يبقى 2 جراي سيرفيسز هيبقى ايه 3 جراي سيرفيسز. خلاص طبعا لو انا عندي 2 سيرفيسز او 3 سيرفيسز اللي هيتغير بس بالنسبه لي هو الايه النتورك. فبالتالي حضرتك الموضوع في هذا الاساس لا يعتمد على الهيت ترانسفر، لا يعتمد على الايه الهيت ترانسفر، لان هنا لما بيبقى معايا نتورك او سيركت فبالتالي محتاج ان انا كده ايه اتعامل اشوف الفلو عامل ازاي زي الكارنت، يعني كده كهرباء زي ايه زي حراره. فاللي بيفرق فين في الثري سيرفيسز عن الجري سيرفيسز مالهاش علاقه ايه بمعلومات الهيت ترانسفر. خلاص احنا ايه خلاص معلومات الهيت ترانسفر عرفناها بالكامل، مش هيبقى فيه اي معلومات جديده. ممكن نستفيد بالمعلومات اللي فاتت النهارده طبعا، بس مش هيبقى فيه معلومه جديده ليها علاقه بالايه بالهيت ترانسفر. هتبقى كل الفكره ايه ان انا اقدر اتعامل مع الايه مع النتورك او السيركت بتاعتي. طيب نتذكر كده اخر حاجه اتكلمنا عليها. لو قلت لك انا عندي 2 جراي سيرفيسز، فقلنا ما بين اي 2 جراي سيرفيسز عندي بيبقى فيه ايه 3 ريزيستنسز، مش كده؟ وفي هذه الحاله الثري سيرفيسز سوري الثري ريزيستنسز مالهم؟ اتفقنا ان هم كونكتد ان ايه سيريز. هي اهم حاجه بالنسبه لك ان انت تعرف نوع الكونكشن. فنوع الكونكشن هنا ايه؟ عباره عن سيريز كونكشن ما بين اي سطحين هيبقوا الثلاثه بتوعي اللي هو السيرفيس ريزيستنس بتاعت الاول والسبيس والايه والسيرفيس ريزيستنس بتاعت الثاني. وخدنا على هذا الاساس فور ايه سبيشال كيسز بتاعتي. اول سبيشال كيس عندي كانت ايه تو انفينيت بارلل بليتس. يعني ايه تو انفينيت بارلل بليتس؟ يعني البليتس بتوعي الاريا بتاعتهم ايه فيري لارج extended to infinity. خلاص بس هما الاثنين يشتركوا ان هما ليهم نفس الاريا لان هما الاثنين بليتس. خلاص فهما الاثنين شايفين بعض باستمرار وليهم نفس الايه الاريا. خلاص فبالتالي مش هقدر اهمل الاريا بالنسبه للثانيه لان هما الاثنين زي بعض، هما الاثنين فيري ايه فيري لارج. طبعا احنا جبنا الكيو نت ما بين الاثنين ان احنا قلنا هو الاي بي 1 ماينس اي بي 2 على مجموع الريزيستنس زي ما اتفقنا. وبعد كده قلنا ايه ممكن نبسط المعادله شويه. طبعا احنا عندنا 3 ريزيستنسز فممكن تشتغل ما بين اي ايه اي 2 نودز يعجبوك. يعني ممكن اشتغل ما بين جي 1 وكام وجي 2، ما بين اي بي 1 وجي 1، بس بنقسم على المقاومات اللي ما بينهم. بس طبعا احنا ايه تفادينا الجهات لان الجهات اصلا في الطبيعي الوضع النورمال انها مش معروفه اللي هي راديوستي. فبالتالي انا اشتغلت منين؟ من اي بي 1 لكام؟ لاي بي 2. جايز بعد كده لو انا طلبت منك الجهات تعرف تحسبها بعد ما حسبت الكيو ترجع تربط الاي بي بالايه بالجي لو انت حابب بقى. وانا انا طلبت منك قلت لك هذه الراديوستي بتاعت السطح الثاني يبقى تقول ايه هي اي بي 1 ناقص كام جي 2 على الاثنين، او لو عاوز الراديوستي بتاعت السطح الاول يبقى اي بي 1 ناقص جي 1 على الريزيستنس الاولى. طبعا انا هنا متعمد ان انا بقول لك اي بي 1 ناقص جي 1 مش جي 1 ناقص ايه اي بي 1. طبعا ده مبني على ايه على الاتجاه. يبقى انت في الاول بتبقى محدد دايركشن. افرض انا كنت حاطط الاتجاه في العكس يبقى في الحاله دي هيبقى الجي ناقص الاي بي. يعني انت الاتجاه بيفرض عليك الايه ازاي تكتب الديفرنس. ما باخد الكبير ناقص الصغير زي فرق الجهد. لو بقول الكرنت بيساوي ايه فرق الجهد على المقاومه. طيب طبعا احنا ممكن ايه نكون بسطنا شويه بعد كده. طبعا احنا قلنا عشان هما الاثنين فيري لارج فالفيو فاكتور من واحد لاثنين بكام؟ بواحد. كل اللي يخرج من واحد هيروح لاثنين. خلاص لكن هنا طبقنا السميشن رول كاني ما عنديش غير السطحين دول بس، ما اقدرش اقول ان انا عندي في حاجه فوق وتحت لان احنا اتفقنا ايه ان هما فيري ايه فيري لارج. خلاص وصلنا للشكل ده النهائي المبسط. طبعا عملنا الكلام ده بقى لايه؟ بدل ما يبقوا تو انفينيت بارل بليتس هيبقوا ايه بقى نفس الكيس بالظبط، بس هستبدل ان هما تو كونسنتريك ايه سلندرز. تو كونسنتريك سلندرز يعني تو كونسنتريك سلندر بس برضه فيري ايه فيري لارج، يعني واحده جوه الايه الثانيه والطول بتاعي ايه
اكستندز تو انفينيتي. خلاص الاثنين على نفس السنتر لاين، هيطلع نفس الريليشن بالظبط، بس الفرق الوحيد ان انا عندي هنا ايه، ما اقدرش اقول اريا 1 هي اريا 2، لان طبعا الاريا هنا تعتمد على الريدس بتاع السلندر. الاريا اللي جوه هي 2 باي ار 1 ال او باي دي 1 ال، والاريا بتاعت السلندر الكبيره هتبقى كام؟ باي دي 2 ال، فيطلع لي اريا 1 على اريا 2 هي ار 1 على كام؟ ار 2. بعد كده اشتغلنا على ايه؟ اشتغلنا على بدل ما يبقى 2 سلندرز هيبقى 2 ايه؟ سفيرز، مش كده؟ هيطلع بقى الاريا بتاعت السفير هتبقى 4 باي ار 1 سكوير، يبقى ار 1 سكوير على كام؟ ار 2 سكوير. وخدنا سبيشال كيس بقى شهيره، هي ايه بقى؟ لو انا عندي حاجه صغيره قوي جوه فيري لارج ايه؟ انكلوجر. خلاص؟ يبقى انا عندي جسم صغير جدا جوه فيري لارج ايه؟ انكلوجر. في هذه الحاله اقدر اعمل ايه؟ انجلكت الاريا بتاعت السمول اوبجكت بالنسبه للارج انكلوجر، يبقى اقدر اقول ان اريا 1 على اريا 2 تندس تو ايه؟ زيرو، مش كده؟ اريا 1 على اريا 2 بزيرو، صح ولا لا؟ يبقى في هذه الحاله هتبقى اريا 1 على اريا 2 بزيرو، واف 1 2 هتبقى بكام؟ بواحد. خلاص؟ طبعا بس انا في شرط ان هو ايه؟ السطح الصغير ده يبقى ايه؟ كونفكس، صح؟ ليه؟ لو كونكيف ممكن هيراديت لنفسه، صح؟ بس الكونفكس مش هيراديت لنفسه، وهو عشان صغير قوي جوه لارج انكلوجر، فكل اللي هي ايه؟ هيديسيبيتد من واحد هيوصل لكام؟ لاثنين. عشان كده اقدر اقول وانا مطمن ان اف 1 2 بكام؟ بواحد. طيب لو انا الجسم الكبير قوي ده استبدلته بجسم عادي ليه ابعاد محدوده بس بلاك، يعني هو هشيل الجسم الكبير اللي هو فيري لارج انكلوجر واحط جسم عادي مش فيري لارج ولا حاجه ليه ابعاد معروفه بس بلاك، يدي نفس النتيجه برضه، يدي ايه؟ نفس النتيجه بس انكلوجر، هو انكلوجر بس ايه مش فيري ايه لارج، هيدي نفس النتيجه ليه؟ لان البلاك ده ماله؟ الابسلون بتاعته بواحد، صح؟ فيبقى الريزيستنس بتاعته كام؟ بزيرو، واحد ناقص واحد بزيرو. يبقى انا بالتالي لو انا قلت عندي سمول كونفكس بادي في لارج انكلوجر يطلع المعادله دي. طب لو سمول كونفكس بادي في بلاك انكلوجر يطلع ايه؟ نفس الكلام برضو، صح؟ لانه هو ايه الفرق ما بين الفيري لارج والبلاك؟ كل واحد ليه معنى مختلف. واحد الاريا بتاعته بايه؟ كبيره قوي. يبقى الاريا ريشيو بزيرو، صح؟ يبقى الترم ده بزيرو. طب والبلاك؟ لا، الاريا ريشيو مش بزيرو، بس الابسلون هتبقى بكام؟ بواحد، يبقى يطلع نفس النتيجة ولا لأ؟ خلاص؟ يبقى البلاك هيبقى شبه الإيه؟ الفيري لارج في النتيجة بس مش في المعنى. خلاص؟ طيب العلاقة دي أقدر أستعملها إمتى بقى؟ العلاقة اللي هي المبسطة النهائية في حالة إيه؟ يعني مش لازم أستنتجها بس ليها شرط وحيد إن أنا أستخدمها، إيه؟ إيه أول شرط؟ لا، اول شرط ان هم يكونوا اتنين بس. ما انا ممكن يكون ايه؟ عندي جسم صغير وجسم صغير تاني ومعاهم فيري لارج انكلوجر، يبقى دول ثلاثه، يبقى الكلام ده ما ينفعش، يبقى شرط المعادله دي ان هم ايه؟ لان انا حطيتها كل الكلام ده تحت ايه؟ تو ايه؟ تو سيرفيسز بس، يبقى الشرط ان انا استخدم المعادله دي يكون ايه؟ اتنين بس. وايه تاني؟ يكون كونفكس جوه فيري لارج انكلوجر، او كونفكس جوه بلاك ايه انكلوجر، يبقى يكون اتنين، كونفكس جوه لارج انكلوجر او كونفكس جوه ايه بلاك انكلوجر، يبقى اقدر استخدم المعادله دي ايه وانا مطمن. لو بدل اتنين بقوا تلاته الكلام ده كله ايه؟ غلط. خلاص؟ طب ده ملخص بقى الايه الاربع حالات بتوع اللي انا اتكلمت عليهم. واتكلمنا بعد كده على الايه الراديشن شيلد، قلت لك ان انا لو انا عندي عاوز اقلل الهيت ترانسفير ما بين سطحين، فاقدر اجيب بقى ايه، احط سطح ثالث اسمه راديشن شيلد، يتميز ان الامسيفتي بتاعته كام؟ قليله جدا، فالمقاومه بتاعته تبقى ايه؟ كبيره، مش كده؟ لان كل ما الابسلون بتقل كل ما الريزيستنس بتزيد، وانا عاوز اقلل الريزيستنس ليه؟ سوري، عاوز اعلي الريزيستنس ليه؟
انا عاوز اعلي ريزيستنس عشان مينيمايز الهيت ترانس، انا عاوز اعزل، عاوز اقلل الحراره، فبجيب سطح ثالث ليه ايه لو امسيفيتي عشان تمينيمايز الايه الهيت ترانس ما بين السطحين. وطبعا حسبنا بقى اتعلمنا ان احنا نحسب ايه، لو انا ما عنديش راديشن شيلد اقدر احسب الكيو عندي، خلاص اقدر احسب الايه الكيو وذاوت شيلد. بعد كده لما بركب شيلد يبقى عندي، بدل ما يبقى عندي 3 ريزيستنس يبقى عندي كام؟ 6 ما بين الاول والثاني، او ما بين الاول والثالث بقى اللي في النص ده 3، وما بين الثلاثة واثنين 3، يبقى بقى كام؟ 6. حطيت 2 راديشن شيلد الستة بقوا 9، حطيت 3 التسعة بقوا كام؟ يبقى كل شيلد بتزوده بيزود معاك كام؟ 3. انت عندك في 3 جاهزين لو ما فيش شيلد، كل ما تزود شيلد يزود معاك كام؟ 3 مقاومات عندي. وطبعا جبنا الكيو في هذه الحاله. طبعا الكلام ده انا ممكن جبته على مرحلتين، انت ممكن تجيبه ايه على مره واحده زي ما اتعلمنا الاسبوع اللي فات، ان انا اخد اي بي 1 ناقص كام اي بي 2 على كام مقاومه، على 6 ايه مقاومات. لو انت قسمت على 6 مقاومات بتوعك هيطلع لك النتيجه النهائيه اللي هي اللي تحت دي. دي نتيجه مبسطه بعد ايه، بعد ما جمعنا يعني العلاقه اللي تحت دي، بعد ما عملنا ايه، بعد ما جمعنا الست مقاومات بتوعي واختصرنا، طبعا عوضنا بالبيو فاكتور والقصه اللي انتوا حضراتكم عارفينها. طيب ماشي، ننتقل بقى للايه، للجزء الاهم النهارده اللي هو الايه بقى، الثري جراي سيرفيسز، الثري ايه جراي سيرفيسز. طيب عاوزك طيب طبعا ايه معنى راديشن اكستشينج ما بين 3 اسطح؟ الشرط ان هم يبقوا 3، ايه هم؟ ايه هو؟ مش يكون عندي 3 بس، يكون الثلاثه بيشوفوا بعض ات ذا سيم تايم، صح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي في هذه اللحظه كلهم كاشفين بعض، فبالتالي ادام هم كلهم كاشفين بعض يبقى معناها ايه؟ ان في سبيس ريزيستنس ما بين كل واحد والتاني. ما هو معنى شايفين بعض او كاشفين بعض يعني في فيو ما بين الاول والتالت وما بين التاني والتالت، خلاص يعني ما بين الاول والتاني والاول والتالت والتاني والتالت، يبقى كلهم في نفس اللحظه ايه كاشفين بعض، يبقى دول اسمهم ثلاثه. انما احنا لما اتكلمنا على راديشن شيلد ما واحد يقول لي ما دول ثلاثه، لا دول مش ثلاثه. ليه؟ هل واحد واثنين وثلاثه شايفين بعض ات ذا سيم تايم؟ لا، ده واحد شايف ثلاثة مش كده؟ ثلاثة شايف واحد من ناحية، وثلاثة شايف اثنين من الناحية الثانية من ظهره، خلاص؟ يعني ثلاثة شايف واحد من وشه، وثلاثة شايف اثنين من قفاه، صح؟ هو سطح ثلاثة اهو، فكده شايف واحد وشايف ايه؟ اثنين، بس ثلاثة شايف واحد من الناحية دي، وثلاثة شايف اثنين من ايه؟ من الناحية الثانية. بس هل واحد، هل في يعني فيو دايركت من واحد لاثنين؟ لا، اكن ثلاثة ده عامل زي وسيط بيستلم من اثنين وبعد كده يسلم لمين؟ لواحد، او بيستلم من واحد يسلم لاثنين. انما الحاله اللي انا بتكلم عليها ايه؟ هم ثلاثه شايفين بعض ذا سيم. طيب طيب تعالى بقى نشوف احنا، هو طبعا دي النتورك بتاعتي، احنا عاوزين نستنتجها احنا كده من دماغنا، سيبك من اللي هو عامله. هو مش ده سطح يبقى اكيد ليه ايه؟ سيرفيس ريزيستنس مش كده؟ طيب ومش ده ليه سطح يبقى ليه سيرفيس، صح؟ وده ايه؟ ليه سيرفيس ريزيستنس. طبعا احنا بنتكلم على وضع عام، يعني ان هم كلهم جراي، والله لو بلاك هتبقى ريزيستنس بزيرو عادي خلاص، احنا بنتكلم ان هم كلهم ليهم ايه؟ ريزيستنس. طيب يبقى ده ليه سيرفيس وده ليه سيرفيس وده ليه ايه؟ سيرفيس. هو مش ده شايف ده؟ يبقى في هنا ما بينهم ايه؟ سبيس، صح؟
طب ومش ده شايف ده او ده شايف ده مش فارقه يعني، يبقى فيه ايه سبيس مش كده، وده شايف ده يبقى كده ليه ايه سبيس، يعني في سبيس ما بين كام؟ واحد واثنين، واحد وثلاثة، واثنين وثلاثة بس. يبقى دلوقتي السبيس ريزيستنس عامله شكل ايه؟ المثلث ده اللي هو احنا بنسميه ايه؟ الدلتا، صح؟ طيب تعالى بص بقى على الرسم. يبقى الاولاني ليه ايه؟ سيرفيس، خلاص. يبقى دي اسمها ايه؟ السيرفيس بتاعت الاولاني. طب والسيرفيس ده بتاع الثاني، وده السيرفيس بتاع التالت. يبقى احنا لما نيجي نبتدي نعمل ايه؟ يبقى اي بي 1 اي بي 2 اي بي 3، ويبقى ده السيرفيس وده السيرفيس وده الايه؟ السيرفيس. والمثلث ده اللي هو شكل الدلتا ده ما بينهم هو ده يمثل الايه؟ السبيس ريزيستنسز بتاعت التلاته. طب نعمله ازاي؟ هو ده مش بتاع واحد؟ يبقى ده جي 1، وده بتاع كام؟ 2، يبقى ده جي 2. طب ده ما بين جي 1 وجي 2، يبقى ده السبيس ما بين 1 و2. يبقى انا لو عاوز اسمي الريزيستنس اللي ما بين جي 1 وجي 2 تبقى اسمها ايه؟ 1 على يعني 1 على كام؟ السبيس ريزيستنس اريا 1 اف 1 2. طبعا بقى هنا ليك مطلق الحريه، اكتبها 1 على اريا 1 اف 1 2 او 1 على اريا 2 ايه؟ اف 2 1. طيب هو مش ده اي بي 3؟ تبقى الطرف الثاني على طول جي 3، وده اي بي 2 يبقى الطرف الثاني على طول ايه؟ جي 2. طيب ده جي 3 وجي 1، يبقى ده السبيس ما بين 1 وكام؟ و3 زي ما انا عامل كده مثلا، يبقى ده السبيس ما بين 1 و3. خلاص؟ يبقى 1 على اريا 1 اف 1 كام؟ 3. طب وده السبيس ما بين ده 2 و3، يبقى ده السبيس ما بين كام؟ 2 و3. يبقى احنا كده قدرنا نرسم النتورك ولا لا؟ هي نتورك ثابته مش هتتغير. يعني مش هتجي لك مساله ثلاث سيرفيسز وتبقى ايه؟ لا، انت بس انت اللي بتسمي براحتك. يعني سمي ده 2 سمي ده 3، بس النتورك شكلها ايه؟ ثابت. طبعا ده الشكل العام، ده الشكل الايه؟ العام. يعني ايه شكل عام؟ يعني مفيش اي استثناءات، مفيش اي سبيشال كيسز. خلاص؟ احنا بنتعامل الاول مع الشكل العام. خلاص؟ وبعد كده بناخد منه ايه؟ السبيشال كيسز. ليه لازم اعرف اتعامل مع الايه؟ مع الجنرال نتورك. بس انا عادة مش هجيب لك الايه؟ الجنرال نتورك عشان الموضوع هيكونسيوم تايم شويه. خلاص؟ لان انا عندي كده مفيش اي ايه؟ مفيش اي تبسيط خالص في النتورك عندي. فتبقى كومبليكيتد الى حد ما. بس احنا الاول لازم نتعامل على هذا الايه؟ نتعامل على هذا الاساس. طيب يبقى النتورك ده حضرتك تعرف ترسمه ولا لا؟ في مشكله؟ طيب. طبعا احنا بقى ايه؟ انت لما بترسم النتورك بتكتب عليهم الاراد. سمي بقى الاراد بالطريقه اللي تعجبك. ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 ار 5 ار 6 سميهم زي ما تسميهم. بس مش مهم التسميه هم ار 1 ولا ار 3. المهم تبقى عارف مين ار 3 ومين ار 1. مش كده؟ يعني انت ايه ممكن واحد يبقى مسمي دي ار كام؟ 5 عادي، كل واحد بقى يسمي براحته. ما بيجبركش على التسميه. بس كلكم متفقين على ايه؟ ان ار 1 بتساوي كام؟ اللي هو ار 1 اللي على الرسمه دي تبقى هي ايه؟ يعني لو واحد سماها ار 5 بس ار 5 هي ار 1 هتبقى كام؟ 1 ناقص ايبسلون 1 على اريا 1 ايبسلون 1. لو انا مثلا بتكلم على ار 6 واحد مسميها ار 12 مش مهم، ار 6 او ار 12 هتبقى عباره عن ايه؟ بتمثل السبيس ما بين كام؟ 2 و3. يبقى هي 1 على كام؟ اريا 2 اف 2 3 او اريا 3 اف 3 2. خلاص؟ يعني دي ما فيهاش ايه؟ اختلاف. لازم كلنا نجيب نفس الايه؟ الريزيستنسز. خلاص؟ لو واحد كتبها اريا 2 اف 2 3 او اريا 3 اف 3 2 المفروض ان هي نفس الفاليو طبقا للريسبروستي ريليشن اللي احنا خدناها قبل كده. طيب يتبقى سؤال متوقع من حضراتكم، ايه هو؟ انا عاوز ايه؟ الاول صح؟ وتاني حاجة أنا عاوزها غير اللي أنا عاوزها هو الدايركشن دي أنا حطيتها إزاي؟ مش كده؟ هي دي اللي بيشغل دماغنا. أنت عاوز إيه؟ دلوقتي في تكشنج ما بين إيه؟ كل الأسطح صح؟ فممكن أكون عاوز أحسب إيه؟ التوتال أو النت هيت ترانسفير من السطح الأولاني. يبقى عاوز كيو كام؟ 1 مثلا. أو النت هيت ترانسفير من 2 أو النت هيت ترانسفير لإيه؟ لتلاتة. ممكن يقول لي النت هيت ترانسفير لاثنين او من اثنين، ممكن يكون هو مش عارف بدايه المساله هي الكيو داخله على السطح او خارجه.
صح ولا لا؟ يعني مش عارف انا كيو اصلا هي داخله ولا ايه ولا خارجه. يعني مثلا لو سطح واحد ده اكبر درجه حراره كيو، لو تي، لو واحد ده كتي واحد هتبقى اكبر درجه حراره. يعني تي واحد مثلا بكام؟ نقدر نقول ب 1000 كلفن صح، وتي 2 ب 700 مش كده، وتي 3 ب 300. فانت درجات الحراره معروفه صح، فاكيد كيو واحد دي هتبقى خارجه ولا داخل على السطح؟ خارجه منه لانه هو اعلى درجه حراره، فانا هبقى متاكد من دي صح. طب وثلاثه ده اقل واحد صح، فاكيد كيو ثلاثه ايه في هذا الدايركشن كده. طب واثنين، اتنين بيستلم من واحد وبيسلم لتلاتة. طب يا ترى هو بياخد قد اكتر ما بيدي ولا بيدي اكتر ما بياخد؟ مش عارف، بس ممكن اعتبر ايه ان الحرارة بتخرج منه، يعني واحد بيديسيبيت واتنين بي ايه بيديسيبيت وتلاتة بي ايه بيجمع. تلاتة بيستلم منين اهو؟ تلاتة ده بيعمل ايه؟ بيستلم من واحد وبيستلم كمان من مين؟ من اتنين. طيب لو كيو اتنين اصلا انا كنت فرض اتجاهها غلط، ولا يهمك ولا ايه يهمك. يعني نفترض قال لك انت تقعد بقى تقول لنا حط اتجاهات ونغلط، اغلط عادي، بس في شرط، مش تغلط براحتك. يعني ايه مش تغلط براحتك؟ يعني اللي تعمله غلط تلتزم بالغلط. يعني ايه التزم بالغلط؟ ما هو انا ما بعرفش ان هو غلط اصلا، المهم الدايركشن اللي انت بتحطه على رسمه تلتزم ايه؟ تلتزم بيخلي بالك طريقه حل المساله دي ممكن كذا واحد يحلها ايه؟ يعني ممكن تلاقي ما اعرفش يعني هو في السكشن هيعملها لكم ازاي، بس ممكن تلاقي اسلوب تاني، بس كلهم يؤدوا لنفس الايه؟ النتيجه. انا عندي بحب السيستم ده ان انا ايه؟ بتوقع الاتجاهات خلاص؟ هو برده حتى لو في واحد بيبقى حاطط الاتجاهات كلها داخله على النود مثلا خلاص؟ ده اكيد فيها حاجه غلط، بس مش مشكله، الاخر الحل بيطلع له ايه؟ صح؟ انا بحاول اتوقعها من الاول ايه؟ صح؟ بس حتى لو توقعي ما كانش سليم ما فيهاش مشكله. يبقى انا فرضت اتجاهات الايه؟ الكيو. طب الداخليه بقى برضو بفرضها، بفرض اتجاهها، وممكن يبقى فيها جزء من السنس برضو. هو مش واحد اكبر من اتنين كدرجه حراره يعني اللي انا عامله، يبقى كيو واحد اتنين اكيد هتبقى كده صح ولا لا؟ طب هو مش واحد اكبر من ثلاثه صح؟ يبقى اكيد كيو واحد ثلاثه كده، لان واحد اكبر من ثلاثه. طب واتنين اكبر من ثلاثة؟ يبقى اكيد ايه؟ كيو اتنين رايحة في هذا الاتجاه. يبقى بالايه؟ بالسيستم اللي انا بالسيناريو او السبيش او الكيس اللي انا فرضتها التخيلية دي، لو دي درجات حرارتي بنسبة كبيرة ده هيطلع صح. ممكن الخلاف على مين؟ كيو اتنين ممكن تكون هذا الاتجاه او ممكن الايه؟ العكس، مش مهم. المهم يبقى انا دلوقتي بحط كيوهات بتاعتي خلاص؟ طب بعد ما تحط الدايركشنز بتاعت الكيو تلتزم بالدايركشنز دي كانها صح للاخر، والارقام تطلع لك ما تغيرش فيها حاجه، يبقى احنا اللي هنعمله ده ايه؟ ما هو ايه الغلط؟ هو مش هيبقى فيه غلط اصلا، الغلط هيبقى فين؟ في الاتجاه. يعني مثلا لو كيو 2 اتجاهها عكس كده هيطلع لك كيو 2 بالايه؟ بالنيجاتيف، بس في الاخر الحل بتاعك هيبقى ايه؟ انا يهمني الفاليو هنا، بس الحل بتاعك هي ايه؟ هيبقى سليم 100%. يبقى الاتجاهات اللي انا هحطها على الرسمه لازم ايه؟ التزم بيها للنهايه وما تغيرش حاجه. يبقى تحط دايركشن وتلتزم بيها للايه؟ للنهايه، حتى لو سالب خليها سالب عادي. اوكي؟ طيب سؤال بقى، انت عاوز تحسب ايه؟ نفترض مثلا انا عاوز احسب كيو واحد، احسبها ازاي؟ للاسف الشكل الملعبك ده، هل هو سيريز؟ هل هو سيريز كونكشن؟ طيب هل ده بارل كونكشن؟ يبقى هو لا سيريز ولا بارل، يبقى ما اقدرش اجيب ار توتال او ار ايه؟ ايكويفالنت. يبقى معنى كده ايه؟ كاني عندي اسلاك من اطوره وانا عاوز اجيب الكيو، يبقى اتعامل مع السلك اللي انا بتكلم عليه. فمثلا لو حضرتك عاوز تحسب كيو واحد هتقول ايه؟ اي بي واحد، انا بقول بعيد اللي انتوا قلتوه عشان بس الناس اللي ورا، زمايلكم بيقولوا ايه؟ كيو واحد عباره عن ايه؟ اي بي واحد ناقص جي واحد على ار واحد. ده على اساس ان ما بين اي بي واحد وجي واحد في ايه؟ ار واحد زي ما انا راسم. طب هل حد يتفق مع الكلام ده او يختلف معاه؟ طيب سؤال، هم قالوا كلهم ايه؟ بصوت واحد اي بي واحد ناقص جي واحد على ار واحد، ليه ما اقولش جي واحد ناقص اي بي واحد؟
تحترم وجهة نظرك. انا فرضت ايه الاتجاه منين؟ من اي بي واحد لجي واحد. يبقى حضرتك ايه بتدعي ان اي بي واحد اكبر من جي واحد، ان الفولت ده اكبر من الفولت ده. يبقى تحترم وجهة نظرك ما تغيرهاش. ما هو لو انت قلت جي واحد ناقص اي بي واحد يبقى انت ايه بتقول عكس اللي انت رسمه. هو معنى ايه الاتجاه ده؟ ان ده اكبر من ان ده ايه اكبر من ده. خلاص يبقى لازم تلتزم بهذه الفرضيه. معنى ان انت قلت جي واحد ناقص اي بي واحد يبقى انت فرض حاجه وبتعمل ايه عكسها. انا فرضت ان الفولت هنا اكبر من الفولت هنا، يبقى برضو لما اجي اجيب الكرنت هقول الكبير ناقص الصغير. الاتجاه بيعبر عن مين؟ ان انا رايح من الكبير رايح لمين؟ للصغير. يبقى بعد اذن حضرتك خلي بالك دي ايه، دي حاجه تافهه قوي وهي دي اللي بتبوظ لك المساله. تحط الاتجاه وخليك مركز عليه. يبقى انا التزم باللي انا ايه باللي انا عملته، التزم بوجهه نظرك. طيب لو انا عاوز احسب كيو 2 على كام؟ على ار 2. عاوز اجيب كيو 3، بص بقى فين كيو 3، فين اتجاهها؟ خارجه من جي 3 رايحه، يبقى تبقى عباره عن جي 3 ناقص كام؟ على ار 3. طيب لو انا حابب احسب كيو 2 3، جي 2 ناقص جي 3، لان كيو 2 3 خارجه من جي 2 رايحه لايه؟ لجي 3 على كام بقى؟ ار ايه؟ 6. طيب هل في سؤال لغايه دلوقتي؟ يبقى انا دلوقتي اي حاجه عاوز احسبها اعرف احسبها ولا لا؟ طيب السبيس كله واحد. ما هو الكيو هنا مش بتتناسب مع الدلتا تي. الكيو بتعتمد على ايه؟ درجات حراره وعلى فيو فاكتور واريات، يعني هو في كذا فاكتور في الموضوع. الايه؟ مش عرفك راسم اي حاجه، يعني انا بتكلم جنرال ما تكلمنيش على حاله معينه. هل الوضعيه بتاعت الاسطح زي بعض؟ مش عارف برضو. خلاص طيب انا مش عايزك تقلق بالاتجاهات دي خالص. طيب مش احنا قلنا دي كيو واحد ودي كام ودي كام؟ كيو 2 وكيو 3. احنا قلنا كده نحسب الكيوهات صح؟ لا مش هعرف احسبها، هيطلع لي مشكله كبيره. ايه هي؟ الجي. هو حضرتك تعرف الجي اصلا؟ اصل الاي بي سهله صح؟ الاي بي بتساوي كام؟ يعني اقدر اقول اي بي واحد بتساوي كام؟ سيجما وهكذا بقى مش كده؟ طيب يبقى الاي بي هات ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي مشاكل ماشي في اول خانه ماشي. طيب الاي بي هات ايه؟ ما فيهاش مشاكل. يبقى انا مشكلتي الازليه في مين؟ في الجي. خلاص هن ايه مشكله الازليه في مين؟ في الجي. طيب نجيب بقى الجي ازاي؟ بص بقى في ناس بقى يقول لك ايه، انا اطبق كيرشوف لو واقول ايه كل سميشن كيو ام بكام؟ بزيرو. سميشن كيو ام بايه؟ بزيرو. بس في الحاله دي الناس بتفرض ايه؟ ان كل الكيوهات داخله على النود. مش ده اللي انا عامله، انا بعمل بقى طريقه ثانيه خالص، بعمل حاجه غير كيرشوف بقى ايه بالظبط، بعمل حاجه ظريفه. بعمل ايه؟ بمسك كل نود من الثلاثه واقول ايه اللي داخل قد اللي خارج، كاني بحترم السيرمو داينامكس بتاعتنا. كاني بحترم ايه؟ السيرمو داينامكس اللي انا في دماغكم. بقول ايه؟ كل اللي داخل بيساوي اللي خارج. هل تعرفوا تعملوا ده ولا لا؟ طيب يبقى فين النود الاولانيه؟ اسمها نود ايه؟ نود واحد. النودز اللي هي بتاعت المثلث هي دي النودز بتاعتي مش كده؟ واجي كده على كل نود اقول ايه؟ سميشن كيو ان بيساوي سميشن كيو اوت. هل ده صعب؟ يبقى هو اقول اللي داخل بيساوي الايه؟ اللي خارج. طب حد يمليني بقى، انا هطبق دلوقتي بالانس على انهي نود؟ واحد.
يبقى انا دلوقتي همسك النود واحد خلاص، هقول ايه؟ ايه بقى اللي داخل؟ امسك كده النود وشوف اللي داخل بيساوي الخارج. يبقى كيو 1 بتساوي كام؟ كيو 1 2 زائد كيو 1 3. طب ايه هي كيو 1؟ اي بي 1 ناقص جي 1 على ار 1. هو ايه اللي عكس يا ابني؟ بعد كل ده، بعد العذاب اللي انا عمال اتعذبه وانهى، هو انا الاتجاه فين؟ الاتجاه منين لمنين يا ابني؟ يعني ايه من الشمال لليمين؟ يعني من اي بي 1 لجي 1. يبقى مين الكبير؟ باخد الكبير ناقص الصغير. امال انا عمال بقالي ساعه عمال اتكلم، انت كنت فين؟ كنت نايم؟ طيب بيساوي كام؟ كيو 1 2. فين كيو 1 2 دي؟ من جي 1 لجي 2 صح؟ وجي 1 لجي 2 ده. انا بص انا حافظ الرسمه من غير ما اشوفها اهو، وانتوا شايفينها بتغلطوا. يبقى كام؟ جي 1 ناقص جي 2 على كام؟ على اللي ما بينهم كام؟ سميه انا ار 4 زائد كيو 1 3. الاتجاه من جي 1 لكام؟ لجي 3. على ار كام؟ على ار كام؟ 5. هل ده صعب؟ فيها مشكله؟ ادي ايه؟ معادلة فيها كم مجهول؟ 3. نعمل بالانس على انهي نود بقى؟ نود كام؟ 2. حد من الهني؟ كيو كام؟ اللي داخل على النود 2 دي يبقى كام؟ كيو 2 زائد كيو 1 2 بتساوي كيو 2 كام؟ 3 صح؟ 2 داخلين وحاجة خارجة. هنا كانت حاجة داخلة واتنين ايه؟ خارجين. انت بص على الرسمة ما بصليش انا. خلاص يبقى كيو 2 بكام؟ اي بي 2 ناقص جي 2 على ار 2 مش كده؟ زائد كيو 1 2 جي 1 ناقص جي 2 على ار 4 بتساوي كيو 2 3. جي 2 ناقص جي 3 على ار كام؟ 6. خلي بالك الحاجات دي مكتوبه في السلايدز بس انا بكتبها معاك عشان اكننا بنحل مع بعض. طيب يبقى فاضل كده انهي نود بقى؟ بالانس على مين؟ على نود 3. ممكن طبعا خلي بالك اول خطوه دي ممكن ما تكتبهاش، ممكن تعمل كده على طول بعد ما ايه ما عظمك ينشف شويه مش كده؟ يبقى هتقول ايه؟ لو احنا بقى هنكتبها برده مش مشكله. يبقى كيو كام؟ 1 ايه 3 صح؟ زائد كيو 2 3 بتساوي كيو 3. اللي داخل بيساوي اللي خارج صح؟ طب ايه كيو 1 3؟ جي 1 ناقص جي 3 على ار 5. لا يعني في صوت، اللي مش فاهم يسالني عادي ما يكسفش. طب زائد كيو 2 3 تبقى كام؟ جي 2 ناقص، بص على الرسم انا عارف اللي مرسوم، ناقص جي 3 على ار 6 بتساوي كيو 3. ايه بقى كيو 3؟ جي 3 ناقص اي بي 3 مش العكس ها؟ على كام؟ على ار 3. يبقى انت عندك ايه؟ ادي ايه؟ ادي المعادله الايه؟ الثالثه والثانيه، سوري دي الاولى والثانيه. يبقى هتعمل ايه؟ هتسولف ايه؟ 1 و2 و3 هتجيب ايه بقى؟ جي 1 وجي 2 وجي 3. طب لو جبت جي 1 وجي 2 وجي 3 ارجع اجيب مشاكلي. ايه مشاكلي؟ كانت كيو 1 اللي هي كام؟ اي بي 1 ناقص جي 1 على ار 1 كيو 2 تبقى كام؟ اي بي 2 ناقص جي 2 على ار كام؟ 2 صح؟ واضحة ولا لأ؟ طب كيو 3؟ بص كيو 3 ممكن تجيبها بطريقتين، ممكن تجيبها بإيه؟ بطريقتين. الطريقة التقليدية اللي هي كام؟ جي 3 ناقص اي بي 3 على ار كام؟ 3. أو إيه؟ في واحد قال لك إيه؟ كيو 1 3 زائد كيو 2 3 صح؟ بس ده مش مجهود، ما وفرتش مجهود، ده بالعكس هياخد مجهود اكبر. فوقني في ممكن اعمل بالانس على المثلث نفسه.
يعني اعمل بالانس على المثلث ككل من بره صح؟ يبقى لما تيجي تعمل بالانس على بقى على المثلث كله يطلع لك ايه؟ ان كيو واحد بدل ما تعمل بالانس على نود تعمل بالانس على ايه؟ يعني ناخد دايره كده على المثلث يبقى تقول ايه؟ كيو واحد زائد كيو اتنين ايكوال كيو تلاته. يعني كيو تلاته مجموع مين؟ يبقى ممكن دي كيو تلاته تبقى جي تلاته ناقص اي بي تلاته على ار كام؟ كانت ار تلاته؟ او اقول كيو تلاته بتساوي كام؟ كيو واحد زائد كيو اتنين. ده كده بالانس على ايه ده؟ انت بتعمل بالانس كده على المثلث. يعني تاخد كده دايره على المثلث وتقول اللي داخل بيساوي اللي خارج من المثلث. خلاص؟ طبعا لو كيو 2 في الاتجاه العكسي يبقى كنت هتقول ايه لما تعمل بالانس على المثلث؟ برضه اللي داخل بيساوي اللي خارج. يبقى كيو 1 ايكوال كيو 2 زائد كيو 3. في هذه الحاله كانت كيو 3 هتطلع ايه؟ كيو 1 ماينس كيو 2. خلاص؟ يبقى كيو 3 ممكن تجيبها بالطريقه العاديه خالص. او لو انت بتوفر وقت بالانس على المثلث بعد ما جبت كيو 1 وكيو 2 يا تجمعهم يا تطرحهم على حسب ايه؟ الرسمه بتاعتك. انا بالنسبه للرسمه بتاعتي هنا جمعتهم. ماشي؟ هل الكلام ده صعب؟ صعب؟ مش صعب بس طويل، صح ولا لا؟ تحل ايه؟ ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. بس احنا امتى نحل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل؟ لو كلهم كانوا ايه؟ جراي. ما فيهمش اي حالات خاصه. يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا الحاجة جنرال اللي هي تبقى مش صعبة، لا هي طويلة مش صعبة، هي دي صعبة؟ هي تاخد وقت كبير بس هي مشكلتها في الوقت. فاحنا هناخد ايه بقى؟ هناخد ايه؟ كام حالة خاصة؟ الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة هي عبارة عن ايه؟ الاثنين مع بعض. خلاص؟ طبعا الحالات الخاصة دي ايه ميزتها؟ بتاخد وقت، الوقت بتبقى اسرع صح؟ بس تخلي بالك ايه الصعوبه؟ ان انت تعرف تميز بينهم، مش ايه عمال ترزع وخلاص الرسومات وانت مش فاهم. يبقى بناء على الفهم انت تقدر ايه؟ تحدد. ده اللي احنا ايه؟ عملناه. ناخد بقى اول سبيشال كيس. ايه هو اول سبيشال كيس؟ ايه اول سبيشال كيس عندي؟ بص انا هعمل على المعادلات دي ان انا عندي سطحين، الاول عادي والتاني جراي والتالت التالت ايه؟ فيري لارج انكلوجر. فيري لارج ايه؟ انكلوجر او بلاك. ما احنا قلنا الفيري لارج تاثيره زي تاثير الايه؟ البلاك. يبقى التالت ده ماله؟ هيبقى فيري لارج او ايه؟ او بلاك. خلاص؟ طيب يبقى انا لو انا عندي سطحين عاديين جراي ليهم ابعاد معروفه بس الثالث ماله؟ الثالث ماله؟ يا اما يكون فيري لارج او ايه؟ بلاك. طيب لو هو فيري لارج، لو هو ايه؟ فيري لارج او بلاك، ايه معناها؟ ار 3 هتبقى بكام؟ ما هو ايه ار 3؟ 1 ناقص ايبسلون 3 على اريا 3. ايبسلون كام؟ 3 صح؟ 1 ناقص ايبسلون 3 على ايه؟ اريا 3. ايبسلون 3 صعبه؟ ده ايه ده؟ السيرفيس بتاع 3. لو هو فيري لارج يبقى الريزيستنس دي بكام؟ بزيرو. طب لو هو بلاك برضه بزيرو. الناس اللي ورا ركزوا معايا. يبقى دلوقتي لو انا عندي فيري لارج انكلوجر هيبقى الريزيستنس بتاعته كام؟ بزيرو. طيب ولو هو بلاك؟ بزيرو. ايه ميزتها دي؟ يبقى انت هتشيل الريزيستنس رقم كام؟ 3. طب هو الريزيستنس لو بقت بزيرو يبقى الكيو هتبقى بكام؟ لا هيبقى ليها قيمه عادي. بس الريزيستنس لو ملهاش وجود يبقى الجي نفسها الاي بي. خلاص؟ ولو تتذكروا حضراتكم ان احنا استنتجنا الجي هي بتساوي الاي بي للبلاك بادي. لو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا لو السطح بتاعي بلاك يبقى كل اللي خارج منه جاي نتيجه الاميشن لانه مش بيرفلكت صح؟ فبالتالي الجي بتاعته هي نفسها الايه؟ الاي بي. دي كده بالفيزكس.
لو انت بقى عاوز تعملها كده بالمنظر، احنا لما نشيل المقاومه دي يبقى نقطتين بقوا كام؟ بقوا نقطه واحده، مفيش ريزيستنس ما بينهم، مش كده؟ يبقى الجي 3 هي نفسها الايه؟ الاي بي 3، صح؟ طيب هل الكيو الكيو هتبقى بكام؟ الكيو يا راجل ليه مش النقطتين نفس ال يعتبر نفس الفولتج فمفيش كارنت هيمشي؟ الكلام ده لو الريزيستنس بزيرو، لو الريزيستنس قصدي بقيمه، بس الريزيستنس بكام؟ بزيرو، والفولتج ديفرنس بزيرو برضو. مش احنا قلنا الريزيستنس هو اصلا بدايه كلامي ايه؟ بدايه كلامي ايه؟ ان الريزيستنس بكام؟ بزيرو، وعدم وجود الريزيستنس خلى الجي هي نفسها الاي بي، يبقى زيرو على زيرو بكام؟ زيرو على زيرو بكام؟ هو ايه اللي بيضحك في دي؟ دي حاجه تحزن مش حاجه تضحك. زيرو على زيرو بكام؟ ايه؟ بس ليها فاليو ولا ملهاش؟ بس زي ما كان بيطلع لك مثلا في الليمت يطلع لك زيرو على زيرو، كنت بتحاول ايه؟ تعمل حاجه عشان تطلع قيمه، خلاص؟ لو بيتقال بقى رول او ايه؟ او ممكن تعمل بقى ايه؟ تقسم بقى الايه البراكتس والقصص دي، بس زيرو على زيرو يعني ليها ايه؟ فاليو. ده بالعكس، ده هو فيري لارج او بلاك، يعني بايه؟ بيابزورب هيت، ففي فاليو للكيو، يعني الكيو ما اقدرش اقول انها بزيرو، الكيو ليها ايه؟ قيمه، بس ما اقدرش احسبها عن طريق ايه؟ يعني كيو هيبقى ليها قيمه بس ما اقدرش احسبها عن طريق كام؟ جي 3 ناقص اي بي 3 على ار 3، لانها هتطلع لي ايه؟ زيرو على ايه؟ زيرو. المهم نرجع تاني لمرجوعنا، يبقى هنا لو هو بلاك او فير لارج يبقى الترم ده بكام؟ الار 3 بكام؟ بزيرو، واصبحت جي 3 هي نفسها اي بي 3 نفس القيمه، خلاص؟ طيب بس الكيو 3 ليها قيمه ولا لا؟ ده هو فيري لارج بيابزورب هيت اصلا، هيبقى مجموع كيو 1 وكيو 2 بقى. طيب تعالى بقى نشوف السيركت دي هتتغير ازاي عندي. بص بقى انا شلت ايه؟ شلت الايه؟ الار 3. طيب هو جي 3 لما هي تبقى بتساوي اي بي 3 هل دي ميزه بالنسبه لي؟ مش انا كان عندي ثلاثة انونز اصبح فيهم منهم واحد معروف، حضرتك بقى دلوقتي عارف مين؟ جي 3 بقت هي نفسها اي بي 3، يبقى حضرتك مش لازم تعمل ايه؟ ثلاث نوعات في ثلاث مجاهيل، تكتفي ببالانس على كام نود؟ يبقى النود الثالثه دي مش هعمل عليها بالانس اصلا، لان انت عارف عندها الجي 3 بكام وخلاص، يبقى انا هكتفي بايه؟ بالانس على كام نود؟ اول اثنين بس. طب تعالى بقى ايه؟ يبقى احنا ايه؟ نريح نفسنا، نشيل ده خالص، نشيل ايه؟ ده خالص، يبقى انا هعمل بالانس على انهي نود؟ الاولى والثانيه فقط، لان الثالثه عندها جي 3 هي اي بي 3. طيب هو انا هنا ايه اللي يتغير في المعادله؟ والله المعادله مش هتتغير، بس كل الفكره ان انت جي 3 اصبحت ايه؟ انت بقيت عارفها، يبقى هشيل جي 3 بكام؟ بي بي 3، يبقى المعادله الاولانيه هيبقى جي 3 هشيلها بكام؟ بي بي 3، والمعادله الثانيه هعمل نفس الحركه برضو، يبقى هشيل جي 3 بكام؟ بي بي 3. يبقى حضرتك دلوقتي ايه؟ بدل ما هتسولف 1 و2 و3 هتسولف كام؟ 1 و2، يبقى الموضوع بقى اسهل ولا لا؟ يبقى كده هتجيب جي 1 وكام؟ وجي 2، خلاص؟ يبقى انت بتسولف عشان تجيب 1 و2 عشان تجيب جي 1 وجي 2، يبقى حضرتك كده جبت كام؟ كيو 1 وكيو 2. خلصت؟ خلص؟ يبقى انت بتحل معادلتين في مجهولين، بس شرط حضرتك تعمل الكلام ده ان يكون ايه؟ سطحين والثالث ماله؟ فيري لارج، او سطحين والثالث يعني في يعني سواء كده او كده ينفع نفس الايه؟ نفس الوضعيه. طب انا دلوقتي بقى عاوز احسب كيو 3 اللي هي ايه؟ اللي هي المفروض كانت لو انا طبقتها لو كنت حاطط الريزيستنس فكنت هتبقى زيرو على زيرو. انا عاوز احسبها هي ليها فاليو، هو 3 ده بلاك او فيري لارج هي ابزورب هيت. طب احسب كيو 3 ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا تعمل بالانس على النود، يبقى ممكن بالانس على ايه؟ على النود، خلاص؟
اللي هو بقى ايه هتقول ايه؟ بس بقى لما تيجي تقول هنا هتقول اللي خارج مش جي 3 ناقص اي بي 3 لانه هيطلع لك ايه؟ 0 على 0. فهتقول ايه على طول؟ هتسميها كيو 3. ما اللي خارج ده اسمه ايه؟ كيو 3. يبقى ممكن تقول بالانس على نود 3 ويبقى كيو 3 بتساوي كام؟ كيو 1 3 زائد. وانا اصلا ما مش بريكومند ده، احنا الطريقه الاسهل بالنسبه لي بتاعت الايه؟ المثلث. المثلث دي ظريفه قوي، هعمل بالانس على المثلث يبقى يطلع لي نفس الكلام، كيو 3 بتساوي كام؟ كيو 1 زائد كيو 2 على طول. بعد ما جبت كيو 1 وكيو 2 اجمعهم لما عملت بالانس على المثلث طلع كيو 3 بتساوي مجموعه الاثنين. طبعا الطريقه دي في الحاله دي مش ايه؟ مش هتنفع. ليه؟ لان انت كده بتقول ايه؟ 0 على كام؟ 0، كميه غير معينه بس ليها فاليو مش معروفه بكام يعني. خلاص؟ وضحت ولا لا؟ يعني ازاي طلعت نفس الايه؟ اعمل بالانس على المثلث اهو، انا اعمل مثلث كده بالانس، اللي داخل بيساوي اللي خارج، اللي داخل على المثلث كام؟ بص على الرسمه هنا، اللي داخل على المثلث كام؟ كيو 1 وكيو 2، واللي خارج منه هبقى كيو 3. انا عامل بالانس على المثلث بتاعي اللي هو الدلتا، شكل الدلتا. برضه ما كان برضه كيو 3 خارجه. هي انت بتعمل انرجي بالانس، اللي داخل على النود بيساوي اللي داخل على المثلث بيساوي اللي خارج، مش فارق حاجه قبل ما قبل ولا بعد، مش فارق حاجه. طيب هل الكلام ده صعب؟ دي ايه السبيشال كيس الاولى مش كده؟ طيب ركز معايا بقى، هناخد ايه السبيشال كيس الثانيه. طيب طب ايه السبيشال كيس الثانيه؟ السطح الاول والثاني الثالث، ركز بقى عشان دي مختلفه تماما عن اللي فاتت. ايه لا ليه؟ ما هو انت لو كان فيري لارج كيو 1 وكيو 2 كانوا هيتغيروا، ما كانوش هيطلعوا هم. يعني كانت هتطلع مثلا ايه الجهات مختلفه، قيمها مختلفه عن الحاله. يعني لو انا مثلا عندي سطحين وثالث عادي وبعد كده السطحين والثالث بلاك، لو انت حليت المساله دي والمساله دي هيطلع الجهات هنا غير الجهات هنا، فالكيوهات تختلف. بس طيب انما طبعا كرموز هتطلع هي هي بس كفاليوز ايه هتختلف. طيب شباب ركزوا بقى عشان هنا دي تختلف تماما. هنا بقى ايه؟ سطحين والثالث ماله؟ الثالث ده ايه؟ ماله؟ انسوليتد. تالت ايه؟ انسوليتد او بيسميه انريديانت بالانس او اسمه ري رادييتد. ري ايه؟ رادييتد. يعني ايه انسوليتد؟ يعني هو الكيوب بتاعته بكام؟ بزيرو. طيب الحاله اللي فاتت كان فيري لارج او بلاك، كانت الكيوب زيرو؟ لا، بس الحاله دي كيوها 3 هتبقى بكام؟ بزيرو. طب هي دي احلى حاله، ليه بقى؟ هو لو 3 كيو 3 بزيرو يبقى كل اللي خارج من واحد هيروح لاثنين. طيب هل معنى كده ان 3 ده ملوش تاثير؟ لا ليه تاثير. ازاي؟ هو ده هيخرج منه حراره تروح لمين؟ لاثنين. بس مش كل الحراره هتروح دايركت، في جزء هيخرج من واحد يروح لاثنين على طول. خلاص؟ واحد بيلف ويدور، بيقعد ايه؟ يلف ويدور كتير وما يمشيش عدل. يعني في واحد بيمشي عدل والتاني ما بيمشيش ايه؟ عدل، هيروح لمين؟ لتلاته. خلاص؟ هيقول له لا يا عم انا انسوليتد، ابعد عني، فهيلف تاني ويروح لمين؟ لاتنين. يبقى دلوقتي الحراره خارجه من واحد على جزئين، جزء بيمشي عدل يمشي الاثنين صح؟ وجزء ايه؟ هيروح لثلاثة، ثلاثة يعمل له ايه؟ ري رادييتد، يعني بايه؟ بيوجهه. يعني دلوقتي كل اللي خرج من واحد مش كده راح لاثنين؟ اه، بس ايه؟ على جزئين. يعني جزء يعني اثنين، يعني الكيو اللي راح لاثنين في جزء جاي دايركت من واحد وجزء ايه؟
اندايركت. الاندايركت ده يعني ايه؟ يعني خرج من واحد راح لاثنين سوري خرج من واحد راح لثلاثه، فثلاثه عمل ايه؟ وجههم كانه وسيط بيستلم وايه ويسلم، هو ما بياخدش حاجه. انا بستلم انا ثلاثه بعمل ايه؟ بستلم جزء من واحد اديه لمين؟ بس بس في الاخر كيو واحد كلها بتساوي كام؟ كيو اتنين. طيب وجوده ليه معنى ولا ملوش؟ اه هو ثلاثه ده لو مش موجود، مش موجود اصلا في جزء بقى ده هيدسيبيت بقى في اي حته تانية لو مش تلاقي اه يعني هنا ده لو مش موجود هيخرج بره خالص بقى مش كده؟ فهو بيساهم في الفاليو بتاعت ريد ترانسفير. خلاص؟ طب ما احنا هنشوف احنا لسه قلت تصبر عليا. لا طيب هي كيو 3 بكام؟ بصوا يا شباب ممكن تركزوا معايا مش عاوز دوشه. كيو 3 بتساوي كام؟ بزيرو صح؟ عشان هو ايه؟ انسوليتد. يعني الجي هتبقى نفسها الايه؟ هي الاي بي. خلاص؟ طب بس دي تختلف عن البلاك. هنا الار لا تساوي زيرو. امال مين اللي بزيرو؟ الكيو والجي هي نفسها الاي بي. يعني في الحالتين في التو سبيشال كيسز الجي هي نفسها الاي بي بس اختلاف يعني ايه كبير. هناك كانت الكيو لا تساوي زيرو، هنا الكيو بزيرو. طب ده يفرق ايه معاك في الرسمه؟ يفرق ايه معاك في الرسمه؟ يفرق ايه؟ ان ده كده ايه؟ ده كده ايه التلاتة ده؟ ده تلاتة ده انسوليتد مش كده؟ فالكيو خارجة من واحد صح؟ طيب جزء هيتقسم بقى لجزئين، الجزء ده اللي هو كيو واحد اتنين وده هيلف زي ما هو. يعني معنى كده ايه؟ الكيو اللي في البرانش ده هي دي هي هي نفس الفاليو. يعني ده بيلف بيعكس اكنه عامل زي المراية. يبقى تلاتة ده عامل زي الايه؟ زي المراية بالظبط. وجي تلاتة هي نفسها كام؟ اي بي تلاتة. خلاص تبقى دي اسمها كام؟ جي واحد ودي ودي اي بي اتنين ودي كام؟ كيو اتنين. ايه علاقة كيو واحد بيساوي كيو اتنين؟ هي هي لان كيو واحد دي اتقسمت ورجعت اتجمعت. يبقى هي كانت في ايه؟ في 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 سلك واحد بعد كده اتقسمت على سلكين ورجعت اتجمعت تاني هي هي نفس الفاليو. يبقى كيو واحد بيساوي ايه؟ مجموع الاتنين دول وهي نفسها بتساوي كيو اتنين. خلاص؟ لو سميت دي هسميها كام؟ كيو 1 2 وكيو كام؟ 1 3 ودي كيو 2 3 بس هنا كيو 1 3 ايكوال ايه؟ كيو 2 3 مش كده؟ طيب ايه أول معلومة استفدت بيها؟ إن جي جي ايه؟ 3 هي ايه ب 3. طب ايه تاني معلومة استفدت بيها؟ إن بسبب إن هو انسوليتد فكل اللي خرج من واحد راح لمين؟ لاثنين. دي احلى حاجه بقى ولا هنقعد نمسك كل نود والقرف ده؟ احنا ممكن نجيب الار توتال صح؟ ليه؟ هو الكونكشن ده حضرتك عارفه ولا لا؟ ده ولا ستار ولا دلتا، ده بارل وسيريز مش كده؟ ازاي؟ ده سيريز مع دول سيريز مع دول وده مع ده ايه؟ بارل. يبقى نعرف نجيب ايه؟ ما الكيو ادام ليها. بص انا بعرف اجيب دايما امتى الار توتال لو الدايركشن بتاع الكيو واحد. وفعلا الدايركشن بتاع الكيو واحد ولا لا؟ الكيو كلها ماشيه في اتجاه الايه؟ البوزيتيف اكس دايركشن. فانا هعمل ايه؟ هجيب اي بي واحد ناقص كام؟ اي بي اتنين على ار توتال بس وخلصت. الحركه دي اوعى تعملها الا لو كان عندك ايه؟ واحد انسوليتد. طب معايا واحد انسوليتد وواحد بلاك تنفع دي تبقى اسهل. بس الشرط لازم يكون ايه؟ واحد انسوليتد. لو اتنين عاديين والتالت بلاك هنعمل يعني بالانس على كل ايه؟ نود. انما لو انا عندي الوضع ده هعمل ايه بقى؟ هقول ايه؟ ايه اللي انا هقوله؟ انا هقول الكيو بتساوي كام؟ كيو واحد ايكوال كام؟ بتساوي ناقص اي بي 2 على كام بقى؟ على ار ايه؟ توتال مش كده؟ ايه هي ار توتال دي؟
احنا نسمي ده كام؟ ار واحد مش كده؟ الرسمة عندي هنا. طيب يبقى كام؟ ار واحد زائد ده بارل مع الاثنين دول مش كده؟ يبقى ايه؟ حاجتين بارل يبقى ايه؟ البرودكت بتاعهم على جمعهم يبقى كام؟ ار ايه؟ ار اربعة؟ انا مش شايف. ده اربعة بارل مع خمسة وستة، خمسة وستة ايه؟ خمسة وستة مالهم؟ سيريز. يبقى ار اربعة فار خمسة زائد كام؟ ار ستة على ار كام؟ ايه؟ ار اربعة زائد ار خمسة زائد ار ستة زائد كام؟ ار اتنين. صعبة؟ ما هو دول بارلل حاصل ضربهم على جمعهم، فيها صعب حاجة صعبة دي؟ يبقى جبت الكيو ولا لا؟ خلصت. يبقى انت هنا كيو هتجيبها في ايه؟ في سطر واحد. كيو واحد هي نفسها ايه؟ كيو اتنين بس. فيها حاجة صعبة؟ طيب هو تلاتة ده مش وسيط؟ اللي هو الانسوليتد. طب لو انا طلبت منك درجة حرارته، جبت منك درجة حرارة الانسوليتد هتعمل ايه؟ هتجيب ايه؟ يا عم مش عندك يا عم، عندك منين؟ انا قلت الجي هي نفسها الاي بي، ده انا طالب منك درجة حرارة التلاتة، هو مش جيفن اصلا. هو احنا ما احتاجناهاش هنا، احنا قلنا اي بي واحد نصيب اتنين على ار توتال وخلاص، جبنا كيو واحد بيساوي كيو اتنين بس اي بي تلاتة معرفش. هو قال لك ايه؟ برافو عليك، قال لك كيو واحد تلاتة، لو جبتها يبقى جبت منها اي بي تلاتة صح. طيب بس هنجيب بقى ازاي كيو واحد تلاتة؟ في واحد يقول لك ايه هستخدم اللي هو الديفيجن رول والقصص دي. طيب انا بقى مش عاوز ارجع وناسيها. بص تجيبها بطريقه سهله قوي. هو دلوقتي ايه علاقه كيو 1 3 بكيو 2 3؟ بيساوي بعض. طب ما تكتب كده كيو 1 كام؟ 3. يعني الكلام اللي انت قلته صح، عارف تطبقه طبقه عادي. لو واحد مش عارف فكيو 1 3 بتساوي كام؟ كيو 2 3. طب ايه هي كيو 1 3؟ عوض بقى جي 1 ناقص اي بي 3 على ار كام؟ ار 5 بتساوي اي بي 3 ناقص جي 2 على ار 6 صح؟ صح ولا لا؟ كلامي صح ولا لا؟ بس طلع لي بقى مشكله في جي 1 وجي 2. خلاص بقى، ما انا جي 1 وجي 2 كان بيبقوا مشاكل عندي وانا مش عارف الكيو، بس هم اصلا انا عارف الكيو من اول خطوه. يبقى بعد ما كنت دايما بتجيب الجهات وترجع تجيب الكيو، انت بقى معاك الكيو خلاص، يبقى اعرف اجيب الجهات ولا لا؟ طب اجيب الجهات ازاي كده؟ تبقى ايه؟ ما كيو واحد بتساوي كام؟ اي بي واحد ناقص جي واحد على ار واحد، وهي نفسها بتساوي كام؟ كيو اتنين برضو. ما كيو واحد هي نفسها اللي هي بتساوي جي اتنين ناقص اي بي اتنين على ار كام؟ اتنين. يبقى انت من هنا جبت كام؟ جي واحد، ومن هنا جبت جي اتنين. لو انا جي واحد جبتها وجي واحد جبتها وجي اتنين جبتها، يبقى انا جبت من هنا كام؟ اي بي تلاتة. بس اي بي تلاتة بتساوي كام؟ سيجما في تي 3 اس 4 بس، ما فيهاش اختراعات، تغيير بس جيومتريز وبس. يعني انا دلوقتي يا اما اجيب لك ايه السبيشال كيس الاولى، يا اما اجيب لك السبيشال كيس الثانيه، يا اما اجيبهم لك مع بعض. تمام؟ نشوفها ازاي يعني. المهم هل في حد مش عارف دي؟ يبقى انا عشان سهلت على نفسي قلت الانسوليت كيو 1 3 بتساوي كيو 2 3، هي دي اللي هتجيب لي اي بي 3. بس عشان تعرف تعمل ده لازم ترجع خطوه لورا عشان تجيب جي 1 وكام؟ وجي 2. الكلام ده سهل كده وانت بتتفرج عليه. طبعا محتاج تتمرن عليه، هو انت لما تيجي تحل مش صعب بالعكس، بس الفكره ان انت تتعود على الوقت، بس ان انت ايه تعرف تجيب الحاجات دي بسرعه. طب سؤال فني كده، احنا خلصنا كام تو سبيشال كيسز؟ 2. لو انا بقى جبت لك الاولاني والايه؟ واحد و في ايه بقى؟ واحد سطحين و في فيري لارج انكلوجر خلاص، والتالت والتالت ايه؟ انسوليتد.
يبقى انا كده جمعتهم مع بعض ولا لا؟ خلاص يبقى دي بقى السبيشال كيس بقى اللي بتجمعهم. يبقى انا عندي الاولاني ماله عادي وفي واحد انسوليتد والاثنين في فير ايه لارج انكلوجن. خدت بالك من حاجه مهمه؟ انا خليت ايه، خليت اللي هو الانسوليتد سميته رقم 3. طبعا لو واحد عكس عادي ما صح طبعا، بس انا بتكلم على حاجه نفسيه. ايه انا يعني ايه حاجه نفسيه؟ انا بحب دايما اخلي الانسوليتد اللي هو رقم 3 ده عشان يبقى انا ايه متعود دايما في رسمتي ان انا ابقى ماشي كده. ما لو انت عملت ده الانسوليتد هتروح عامله كده وتلف بقى كده صح؟ لا انا بتكلم على حته حاجه انا برتاح لها. يعني دايما ايه السبيشال كيس بيبقى رقم كام؟ 3 بالنسبه لنا. طب انا عندي هما الاثنين موجودين في نفس ذات اللحظه اللي هو الفيري لارج والايه والانسوليتد، يعني هما الاثنين تو سبيشال كيسز في نفس اللحظه. فمين اللي اخليه 3؟ بخلي دايما الانسوليتد 3 عشان ايه الف وامشي ايه في اتجاه الاكس على طول. بس دي حته كده ايه انا برتاح لها نفسيا. طيب ساعتها هتعمل ايه بقى؟ هل في حاجه تختلف في الحل؟ مين الدوميننت، مين اللي بيأثر على الحل؟ هو الانسوليتد، هو ده اللي بيخلي لي النتورك ايه سهله. فمش هيطلع اي اختلاف في الحل غير حاجه واحده، ان اتنين ماله فيري لارج. يعني خلي بالك لما تضيف فيري لارج مع الانسوليتد طريقه الحل هتبقى بتاعه الانسوليتد برضو، بس كل اللي هيختلف ايه ان المقاومه بتاعه الفيري لارج هتبقى بكام؟ بزيرو. يعني انت دي بكام؟ هو ده فيري لارج، يبقى ده بكام؟ مش موجود. يبقى جي 2 بكام؟ اي بي 2 بس. يبقى كل اللي هيختلف ايه هنا عندي في حلي؟ ان ده مش موجود بس. خلصت كده؟ في حاجه صعبه؟ يعني مجرد بس ايه بتشيل مقاومه. طيب هل هنا تختلف حاجه؟ هي نفس المعادله مش هتختلف، بس جي 2 اصبحت هي نفسها كام؟ اي بي 2. يبقى اشيل دي واحط كام؟ اي بي كام؟ 2. طب لو انت حطيت دي اي بي 2 يبقى دي مالهاش ايه؟ مالهاش معنى. بس خلاص. يبقى كل اللي هيختلف ايه بس؟ ان انت جي 2 شلتها وحطيتها ايه؟ اي بي 2 عشان هو فيري لارج انكلوجن، بس طريقه الحل ايه؟ واحده خالص ما فيهاش اي تغيير. صعب الكلام ده؟ احنا كده خلصنا ايه؟ 3 جري سيرفيسز. يبقى 3 جري سيرفيسز هيطلع لك ايه؟ يا اما سطحين والثالث بلاك او فيري لارج، سطحين والثالث انسوليتد، واحد عادي مع انسوليتد في وسط ايه فيري لارج. المفروض تتعامل مع الثلاثه. عندك الاربع مسائل بتوع الشيت حلهم، روح حلهم خلاص. هو ايه اللي لا تعمل؟ لا ليه؟ لا استنى الورقه. ماشي طيب خلاص. اخر حاجه اللي هي المالتي مود. المالتي ده مود ده ما فيهوش شرح، ده احنا بس بناخد ابلكيشن بسيط اللي هو الثرمومتر. الايه الثرمومتر المالتي مود ده معناه ايه؟ ان ممكن يبقى عندك ايه كذا مود من الهيت ترانسفير في نفس اللحظه، كونفكشن وكوندكشن وايه وراديشن خلاص. فممكن يكونوا موجودين في نفس الوقت، بس المفروض احنا يعني بنشوف العلاقه ما بينهم. طبعا عندك كذا مساله في الشيت على الايه القصه دي تتدرب عليها. فاحنا هناخد اكزامبل شهير اللي هو الايه قصه الثرمومتر دي. انا امسح دي ينفع؟ طيب ساعات كتير ببقى عاوز اقيس ايه درجه الحراره مثلا على سبيل المثال بثرمومتر او باي او بثرموكابل او باي جهاز قياس جوه فيرنس مثلا على سبيل المثال خلاص. فالبالب بتاعت الثرمومتر دي المفروض لما اجي اقيس عاوز اقيس درجه حراره الجازز جوه فيرنس يبقى الريدنج بتاعت مين؟ الجازز. يعني لو قلت لك الريدنج بتاع الثرموكابل مثلا سي مثلا 500 درجه، يبقى اقدر اقول ان درجه حراره الجازز بكام؟ 500 درجه. يعني مش المفروض الريدنج هي نفسها اللي بقيسها تبقى هي درجه حراره الجازز؟ قال لك لا غلط الكلام ده، بيبقى فيه ايه؟ ايرور. الايرور ده جاي منين؟ جاي من ان الثرمومتر ده بيبقى ليه امسيفيتي، بيبقى ليه ايه؟ امسيفيتي، ودرجه حراره الجازز جوه عاليه. في السطح ليه البالب بتاع الثرموكابل او جهاز القياس ليه امسيفيتي ودرجات الحراره عندي عاليه، ان السطح مثلا بتاع الفيرنس طبعا اللي هو الايرور ده بيجي في الفروقات الكبيره لما اجي اقيس درجه حراره ايه جازز او حاجه زي كده في فيرنس،
ففي فرق ما بين درجه حراره الايه الحيطه بتاعه الايه الفرنس. طبعا دي الحيطه على بعد مسافه كبيره من الجاز، يعني مثلا كان ده فرن مثلا كبير حاجه اندستريال مثلا، فاكيد السطح هتبقى درجه حرارته مختلفه ايه اختلاف كبير عن الجاز، مش كده؟ طيب فبسبب ان السطح ده ليه ايميسيفيتي وفي عندي السطح بتاع الفرنس فبقى عندي فيه هنا ايه راديشن، صح؟ يبقى هنا بسبب السطح ليه ايميسيفيتي فالثيرموكابل او الايه الجهاز بتاعي هيراديت حراره، يبقى هنا في حراره خارجه بالايه بالراديشن، صح؟ طيب نتيجه الهيت لوس من الـ من الايه من البالب او من الثيرموكابل اند دي درجه حراره الايه درجه الحراره بتاعت البالب يحصل لها ايه بتقل، بس في نفس الوقت هيبقى في فرق ما بينها ما بين درجه حراره الجازز والبالب، صح؟ يحصل ايه في عندي هنا فلويد وسطح وده سطح وسطح، يبقى هنا حصل ايه راديشن وكده حصل ايه كونفكشن، يبقى ده كونفكشن وده ايه راديشن. لما القرايه تثبت معناها ايه؟ ان انا وصلت لايه للاكوليبريم. يعني ايه اكوليبريم؟ يعني ستيد ستيت. يعني ايه ستيد ستيت؟ يعني الانرجي اللي داخله بيساوي الانرجي اللي خارجه، يبقى البالب هيفقد حراره نتيجه الايه الاميسيفيتي نتيجه الراديشن تخلي درجه الحراره تقل فيحصل كونفكشن ما بين الجازز والايه والبالب. لو انت عندك الاكوليبريم يبقى تقول ايه الكيو ايه كونفكشن بتساوي كيو راديشن. بس حلو، ده سؤال كويس، ازاي البالب هي اللي تدي؟ ممكن العكس على حسب هو مين اكبر، درجه حراره البالب ولا الحيطه. لو انا عندي الهيتنج بروسيس بتحصل جوه فانا بقيس درجه حراره جوه فالحيطه اقرب للامبيانت فالحيطه درجه حرارتها قليله، ده الوضع اللي انا بقوله. طبعا انا كده كده بعرف الاتجاه، يعني ايه؟ يعني لو انا قلت لك البالب بيقيس 800 والحيطه درجه حرارتها 500، المتقاس اللي البالب بيقيسها مش دي درجه حراره الجازز، ده كده البالب بيقيس درجه حراره ايه نفسه، يعني الريكوردنج لحظه واحده الريكوردنج او الريدنج بتاعت الايه الجهاز القياس، هو جهاز القياس مش بيقيس درجه حراره الجازز هنا، ده هو بيقيس درجه حراره ايه نفسه، يعني كانه بيقيس الطبقه بتاعت الفلويد اللي هي لازقه على البالب. فلما بيقول لك الريدنج بتاعت البالب برقم يعني دي التي بتاعت الثيرموكابل، يعني الريدنج هي درجه حراره الجهاز نفسه، يعني الجهاز ده بيقيس درجه حراره ايه نفسه. فلحظه واحده، فدلوقتي ده ليه ايميسيفيتي وليه ريدنج، يبقى الريدنج اللي هي درجه حراره نفسه. فلو قلت لك الريدنج بتاعته 800 كلفن والحيطه درجه حرارتها كام؟ 500، يبقى فين اتجاه الراديشن؟ كده. افرض انا قلت لك الريدنج مثلا في ابلكيشن تاني 500 والحيطه 900، يبقى اتجاه الراديشن ازاي؟ العكس، ويبقى الكونفكشن العكس برضه. ما هو لو الراديشن داخل يبقى الكونفكشن ايه؟ خارج، كده الراديشن اللي انا وضع اللي انا عامله الراديشن ايه؟ خارج، يبقى الكونفكشن داخل، صح؟ ما هو لما بيلص هيت باي راديشن بيلوز هيت باي راديشن هيلحقوا مين؟ كونفكشن. طيب يبقى كده لو انا عندي اكوليبريم يطلع لي ايه؟ الكيو كونفكشن بتساوي كيو راديشن. طب ايه هو كيو كونفكشن؟ اتش في الاريا بتاعت الايه؟ طبعا الكونفكشن بيحصل على اللي هو الثيرمومتر او الثيرموكابل. في دلتا تي اللي هو تي جاز ناقص كام؟ الريدنج اللي هي التي بتاعت الثيرموكابل. خلاص؟ هي بتساوي كيو راديشن، مش كده؟ هو البالب ده جوه الفيرنس ماله؟ فيري سمول اوبجكت ان لارج انكلوجر. السبيشال كيس اللي خدناها القديمه اللي هي بتساوي سيجما في الاريا في الابسلون اسف بتاعت الجهاز في الاريا بتاعت الجهاز او الاريا بتاعت البالب في درجه الحراره دي اس 4 ناقص دي كام؟ اس 4. يبقى معادله في سطر واحد هيبقى المطلوب منك ايه؟ الاكشوال جاز تمبريتشر. يعني هو بيقول لي الريدنج بكام؟ ب 800، بس مش هي دي درجه الحراره الحقيقيه، هو عاوز منك الاكشوال ايه؟ جاز تمبريتشر. يبقى هو عاوز مين؟ عاوز دي، يبقى دي بكام؟ ب 800 ودي 800 ودي بكام؟ ب 500 بس. والاريا راحت والاميسيفيتي
هديها لك، والاتش هديها لك، والسيجما معاك، يبقى فاضل مين بس؟ يبقى انا كده اقدر اجيب التي جاز ولا لا؟ بس خلصت في خطوه. اوكي، اهم حاجه تبقى ايه؟ ما خلي بالك مين هدول ايه؟ بالكلفن، وطبعا كله بالكلفن عندك هنا. اتفضل. لا، هو مين اللي قال الجول قلت بقى اسخن حاجه؟ مش شرط ليه، حسب الابلكيشن. يعني انا مثلا عندي حاجه حيطه، يعني انا بتكلم على فرنس بالظبط، الهيتنج هنا عندي في الحته جوه، والحيطه دي قريبه من الامبيانت. يعني انا بسخن حاجه جوه فرن وجاي اقيس في وقت معين، فالعمليه الهيتنج دي شغاله على طول. بس فطبعا يعني انت دلوقتي لما تبقى معدي جنب فرن، درجه حراره الحيطه من بره زي ما تخش جوه الفرن؟ اكيد لا، صح ولا لا؟ يعني انت دلوقتي ماشي في مصنع، انهي هيبقى اسخن، جوه الفرن ولا بره ولا عند الحيطه بتاعته؟ طيب التي جاز بقى اسخن طبعا من الايه، دي درجة حرارة الجهاز اصلا بتاعت الهيتنج. بس ما اي جهاز عادي ايه؟ لا يعني دي بقى، اصل خلي بالك في اجهزه اس كتير، في حاجه اسمها راديشن اصلا بايرومتر، يعني اصلا كمان ايه، انا بتكلم على الابلكيشن ده في ايرور. دلوقتي ما بيعملوش كده، دلوقتي بيقيس درجه حراره الجهاز بايه، مش لازم بقى ادخل. هو طبعا ده بيجي منين؟ بيبقى فتحه ويدخل منها جهاز، الكلام ده بقى قديم. في عندك حاجه اسمها ايه، راديشن بايرومتر، حاجه عامله زي المسدس كده، بيطلع اشعاع يقيس على طول، يطلع لك ايه، حاجه ديجيتال. فده مش موجود برده دلوقتي يعني، بس انا بوريك المبدا، بوريك ان الراديشن افكت عامل ازاي. طيب ايه، اه ماشي اوكي. طيب ده وضع تاني. طيب خلاص يا شباب كده خلصنا. انا بس ازاي عاوز اقلل، ده اسمه راديشن افكت، ده الايرور، مش دي التي بتاعت الفلويد او الجاز، وده الريدنج صح، المفروض يبقوا قد بعض صح، بس الفرق بينهم هو ايه؟ هو الحته دي اسمه راديشن افكت، ما هو ده جاي نتيجه الايه، راديشن افكت. ازاي اقلل الراديشن افكت ده؟ يعني اكني اقلل الايرور، اجيب البالب يكون الامسيفيتي بتاعتها ايه، قليله، يبقى اكيد قللت راديشن افكت فالايرور قل. او اجيب فلويد درجه، اجيب فلويد ماله الاتش بتاعته عاليه، ما انت برضو لو ايه، لو عليت الاتش كانك قللت الايه، تاثير الايه، الراديشن، ما هو تاثير الراديشن بيقل نتيجه زياده الكونفكشن. خلاص وضحت كده، احنا خلصنا الايه، الراديشن يعني ايه بسلام. ايه ايه ورقه الاجابه، ورقه اجابه ايه، غاب ورقه الغاب فين يا شباب؟ مين اللي خباها؟ انت يا ابني